سيدي محمد او لسيدي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا، واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا، حسن يا رب لنا الخلق، فالعبد بأخلاق سبقا. الله جمع سيد الأخلاق كل الأخلاق الطيبة. صلى الله عليه وسلم. شكرا. بس في معلومة أحب أصححها.